طيب انا دلوقتي كنت مريض بفيروس كورونا وخفيت وخلاص الموضوع انتهى، واحنا طبعا لما بيكون عندنا مرض وبيروح خلاص ما بنفكرش تاني وبنهمل الموضوع. الاعراض اللي لو ظهرت عليا احس انه ده مؤشر خطر ولازم اتوجه لطبيب القلب؟ لو ابتدى المريض يحس انه عنده انهجان غير مبرر، كان قبل كده يقدر يطلع الدور الرابع وما كانش بيقف، دلوقتي بقى النهجان بيوقفه عن الدور الاول، ابتدى يجيله الم في صدره، في نص صدر او في جنبه الشمال، بيسمع في كتفه او في ظهره او في رقبته من تحت، ابتدى يجيله مع المجهود الم في انا يعني المعده او من اللفظ الدارج فم المعده، يقول لك كده، كل الحاجات دي تنبهنا ان احنا عندنا مشكله، لازم ساعتها نتوجه لدكتور القلب في اسرع وقت.